السلام عليكم. اليوم جايب لكم هذا اللوح الذكي. طبعا راح نشوف الآن. هذا عندنا اللوح هذا الذكي. طبعا عندنا هذا اللي هو حق إذا كتبنا نقدر نحذف الكلام. وهنا عندنا القلم. راح ناخذ القلم من هنا. بسم الله الله أكبر. الآن راح هذا هو القلم. راح نكتب الآن على هذا اللوح. راح نكتب بسم الله السلام عليكم. طبعا هذه السلام عليكم. إذا بغينا نحذفها مجرد أن نضغط على هذا راح يمسح الكلام. طبعا راح نكتب الآن welcome. طبعا هذه welcome. إذا بغينا نمسحها مجرد أن نضغط على زر الحذف هذا راح يطلع يحذف. هذا هو راح يجي منها الوان اللي هو أزرق وألوان ثانية. طبعا هذا القلم تقدرون بعد ما تخلصون تحطونه هنا في المكان المخصص له. هذا اللي حبيت أقدمه لكم. شكرا لكم.